Hey guys, welcome back to another video. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كما كتشوفوا من العنوان ومن لامينياتور ان شاء الله غادي ندير لكم thrift haul. yes, بزاف ديال البنات كيبغيو لي فيديو نتاع اول بال فلوغ في البال اي حاجه كتعلق بالبال. فكما وعدتكم في الفيديو اللي قبل في الفلوغ اللي مشينا للمطبخ منين ما شاركتش معكم الفلوغ قلت غادي ندير معكم اول بال وغتشوفوني شنو تقديت من البال للمطبخ. فليتس جو. قبل ما نبداو الفيديو اللي ما دارش ابوني يدخل يديرها، ما تنساوش لايك وكومونتير وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم اللي عارفينو كيبغي البال، بارطاجيو معاه هذا الفيديو. قبل ما نوريكم حاجه بحاجه شوفوا شحال تقديت. ساك عامر، اي حاجه شفتوها هنايا ما كانتش عندي قبل اولا لقيتها رخيصه بيان سو مين كاينش ما ناخذهاش. غادي نبدا معكم بالبيجامات. كنت خديت جوج بيجامات ولكن غير لو او ديال البيجامه و السروال ديال البيجامه. فوالا دونك هادي قلبت صراحه عليها بزاف على السروال ديالها وما لقيتهاش. شوفوا ليا الشكل كيفاش داير، حمقني وقلت غادي ناخذ معاه شي حاجه في شي هكا سروال في الغوز بيبي او لا في هاد الكري. المهم لو عجبني بزاف بزاف. ها نتوما شوفوا كيفاش داير، حمقني. خديت هذا في هذا الشكل وخديت هذا التسريوير. ها نتوما شوفوا كيفاش داير رهيف وكيعجبوني البنات هادو لبسهم في الدار. ما لقيتش الصراحه ديالهم ولكن حيت بحال قلتو هادو كانوا في بالا وديالهم كانوا في بالا فمين كليش راكم عارفين كنا غير 3 ايام. مشيت المره الثانيه قلبت عليهم ما لقيتهمش ولكن غادي ينفعوني فهمتوا لا كاليتي. ما نعاودش لكم البنات كتحمق ما متقوبين ما والو. ها نتوما شوفوا من جهه هاد البلايصه هما اللي كتشوفوا واش متقوبين ولا لا. هاد البلاصه ما متقوباش ما محبباش بحال تقولي ما ملبوش جديد باقي جديد وفيه جيوبه هنايا شفتوا. هذا غير نشوف له البنات شي او يكون في الكري مفتوح اولا كري بحال هكا وصافي غادي تجي بيجامه زوينه للدار. رهافين هادو. هادو عندنا الصراحه اللي بقيت عاقله هادو بخمسة دراهم واقيله. هذا خمسة دراهم شوفوا كيفاش داير وهذا بخمسة دراهم يعني تقول لي جوج بعشرة دراهم. دابا غادي ندوزو السراول. كنت خديت واحد الجين شوفوا كيفاش داير هانتوما مفتوح. انا ما عنديش بحال هاد اللون. الا لاحظتوا البنات كارغو اللي عندي بجوجهم مغلوقين، الاوفر سايز هذاك اللي مزير يعني اكثريه عندي مغلوقين ما عنديش مفتوح بحال هكا. كنت عولا ناخذو جديد وغناخذو ان شاء الله حيت هذا خديته شوفوا الشكل ديالو كيجي شويه هنا مزير ومفخخ من تحت بحال الباتيليفون ولكن ماشي مزير بحال الباتيليفون ما يعجبني. والثمن ديالو البنات هانتوما شوفوا بعدا لا كاليتي ما غتصدقوش الثمن. انا متاكده شفتوا كيفاش داير حمقني هانتوما. وما كيجيش طاي اوت كيجي طاي باز. دابا نوريه لكم بيان سو اي حاجه ساكته معكم غنوريها لكم كيفاش كتجي في اللبسه. هذا البنات داير بخمسة دراهم. كان واحد الراجل كيبيع هادوك السراول وانا عجبني وقلت غير بخمسة دراهم غادي نجيبو للدار. جاني هو هذاك ما جانيش نعطيه ما ولكن في الاخر جاني وعجبني صراحه بزاف. اللي عجبني فيه هو هادي اللي من التحت كيجي شويه مزيره من التحت ومفخفخ. دابا نوريكم في لا فيديو لكم عم كيجي في الاوتفيت. ها نتوما جايز شوفوا كيفاش كيجي في الاوتفيت. انا الصراحه حمقني واخا طايباس كيجي بحال تاي اوت ما ماشي قصير بزاف حيت راكم عارفين لي طايباس ما كيعجبنيش انا الصراحه. بالنسبه لا كولور شتو كيفاش دايره من الوسط مفتوح ومن التحت والفوق شويه مغلوق. اوفر سايز ماشي كاع مزير يعني كتلبسيه وانتي مرتاحه وبخمسة دراهم. شو قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. بالنسبه للسروال الثاني خديت جينز ديال سبور البنات قيصات ويسرى صدق واعر كيجي اوفر سايز واعر البنات. هذه قلت اليسرى غتلبسي بحال سام. نخليكم تصورهم هنايا كدرت واحد الفيديو زوين فعجبني صراحه بزاف كيجي السبور. يا سلام اما تخرجي به من السبور او تمشي به السبور باش تلعبي به السبور. صراحه ما كيعجبنيش كيعجبني داك الهيز اللي كيكون مزير. هادو كتلبسيهم في السبور ولكن ما تلعبيش بهم السبور فريمون كيجيو زوينين. شوفوا لا كاليتي يا سلام باقي جديد. ما عرفتش انا صراحه لا مارك مي البنات اللي كياخذوا بزاف هاد الحوايج غادي يعرفوا هاد لا مارك. ها نتوما شوفوا
زوينه والثمن البنات غير ب30 درهم. نتوما راكم عارفين ليغينز الاكثريه كتلقاهم 150 200 درهم على حسب لي كاليتي، هذا ب30 درهم البنات ثيقوني كانوا عنده صراحه حويجات يا سلام. راه ديجا غتدخلوا الانستغرام، غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، درت لكم فلوق في البال وغتشوفوا بان الحوايج اللي شاركت معكم تما داكشي زوين، ماشي زعما غير الرخا وداكشي قديم، داكشي لي طوندونس وزويون. فنخلي لكم عام كيجي في الاوتفيت. ها نتوما يا البنات شوفوا ديال ليغينز في الفير كيفاش كيجي، ما كيجيش مزير بزاف بزاف ديال سوال شي حاجه من الفوق. كما قلت لكم كتقدروا تمشيو به للسبور او لا تجيو به من السبور. انا بالنسبه ليا فاش نلعب به السبور او نمشي به لشي بلاصه ما كيجيني صراحه نخرج بحال هكا. الا كون كان نوار اوكي، ولكن بحال هذا الفير غير هكا تمشي به لاصال او لا ترجعي به من لاصال، صراحه لا كاليتي حمقتني بزاف بزاف. كيجي اوفر سايز من التحت كما كتشوفوا، كيجي الفير جا مع لو بلون زوين بزاف بزاف. نتوما راكم عارفين هاد لو او كنت خديته من شي ال، وسبادري النايك كتعني من شحال هادي كنت خديتها من مدينه. غندوزو دابا لي جوب، كنجي الحويجات ديال الدراري الصغار، وكما عودتكم اللي كيمشي معايا كيولي يمشي غير الحوايج ديال الدراري الصغار، كتلقاو فيهم لي جوب قدنا وكتلقاو فيهم دوك لي او دو مي فونتر. المهم لقيت هاد لا جوب حمقتني بزاف بزاف، ما عنديش بحال هاد لا كولور وعجبتني بزاف بزاف. هذه تقدو تلبسوها في البحر او ميم طون تقدو تلبسوها مع لي تشين، لانه خرج بزاف ديال لي زوتفيت هكا في بينترست البنات كيلبسوهم مع لي جينز. غنخليكم لي فوتو هنايا باش تشوفوا. خديت في هاد لا كولور، خديت في الجين حيت كنت بغيت هادي فريمون، كنت بغيت بحال هادي. هانتوما شوفوا كيفاش دايره. وخديت هذا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يلعبوا هكا التنس ولا الباسكت الصيف، كيجيو زوينين منهم شورت، ها هما ها هو الشورت، ومنو جوب، يعني هذا الموديل فريمون عجبني. الثمن ديالهم البنات 3 درهم الوحده، يعني صدقات هذه 3 درهم وهذه 3 درهم 6 درهم وهذه 3 درهم هي 9 درهم، وحده ما كتشبه الوحده، عجبوني صراحه بزاف بزاف. غادي ندوزو لي او، وريتكم خديت سروال البيجاما وكبو ديال البيجاما، وريتكم جين وليغينز ديال السبور، وريتكم تخوا جوب. دابا غندوزو لي او. اول او غادي نشارك معكم هو هذا، كيجي في البيج. بزاف ديال البنات كيقولوا لي صرا قصير، هذا عندي انا مع من غنلبسو ما غاديش يبان قصير، لا ربما نلبسو غير بحال هكا ويكون مسدود من تحت مع شي فيست. المهم عندي انا مع من غنلبسو، عجبني صراحه بزاف بزاف. كنت لقيته هو ولو اللي غنشاركو معكم ان شاء الله، كنت لقيته مع الحوايج ديال البيجامات، فعجبني صراحه بزاف بزاف. لا كاليتي توب، وبحال ماشي بحال قومه بحال تلصقه هنايا، يعني لو او ما تي تنطرش ليك، تيتلصق مع اللحم. دونك هاد لا كولور ما عنديش فخديتو. خديت حتى هذا في لو بلون، هذا حمقني بزاف بزاف، غتشوفوهم بزاف في بينترست كيتلبسوا مع دي جينز اوفر سايز، فعجبني بزاف بزاف حتى هو. شوفوا الشكل ديالو، ودابا تشوفوا بيان سور كيفاش كيجي في الاوتفيت. بالنسبه للثمن خديتهم ب 5 دراهم 5 دراهم، ولا كنت غلطان غادي نخلي لكم لو بريمو ما فايتيش 5 دراهم. بالنسبه للبنات هاد لو او البيض شوفوا كيفاش كيجي مع الاوتفيت، ما بغيتش نلبس داك لو او بيج ولا لو او مارون جو بونس، تيبان شويه قصير وخصني نبينو لكم مزيان. دونك هذا بعدا شوفوه كيجي صراحه زويون، كيجي طويول. لبستو مع هاد الكارغو اللي ديجا شاركتو معكم، كنت خديتو بشي 180 وقيله، هنا في حمريه باقي لي مزيان البنات، عرفتو لا كاليتي باقا مزيانه. وسبادغي نايك كالعاده، وانتم شوفوا لي غير هاد لو او، شوفوا راني مهبطه الشرجم داكشي علاش كتبان شويه مظلمه. بالنسبه للبنات اللي غيقول لي صرا معنا غتلبسيه، بيان سور غادي نلبسو مع بلازير، غادي يكون حسن، غادي يمشي كونفورتابل ونيت غادي يجي زوين. خديت هاد التريكو ديال البرد، شوفوا في هاد لا كولور ما عنديش الصراحه، وبيان سور حطيتو فوق الموسيه. شوفوا لي لينا شنو درت له، شوفوا لينا شنو درت له، اللي عنده القطوط ولكن غادي نقادو كونوا هانيين، انا موالفه مع لينا هاد الشيء دابا نقادو، ولكن عجبني لا كاليتي ديالو الطوب، كيجي هكا مجموع سخون في البرد ديال يلا هدي لي شي فاس تكون خفيفه ولا هكا تكون دومي مونش، يا سلام عجبني بزاف بزاف. هذا الثمن ديالو كان ب 10 ديال الدرهم، باش تعرفوا البنات ساره كتجيب الميزات ما كتجيبش شي حاجه، يعني اي حاجه شاكسه معكم دابا ما غتكونش اكثر من 50 درهم راكم عارفين. فغادي نخلي لكم كيفاش كيجي مع
الاوتفيت. بالنسبه لهذا لي تريكو شوفوا ليا صراحه جاني السهل ما نكذبش عليكم، سخون بزاف بزاف كما كتشوفوا هنايا خربقات ليا لينا بقات تتسلو راكم عارفين القطوط حتى هنايا، ولكن غادي نقادو ان شاء الله. ديجا كان وقع ليا بزاف ديال لي تريكو بحال هكا وقديتهم ما عنديش مشكل، مي شوفوا ليا لي كولور اللي فيهم، فيه الفير والغوز والاورانج ما تيبانش ليكم، مي واحد تريو كاين هنايا يا سلام عجبني وسخون. يعني الا كنتي مثلا خارجه ما تحتاجيش ديري شي فيست هكا من الفوق. شوف 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 دابا غنوريكم واحد الحاجه اللي زوينه، نتوما راكم عارفينني ديما حتى لاخر فيديو عاد كنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي عجبتني بزاف بزاف، لا من ناحيه الثمن لا من ناحيه شي حاجه زوينه، يعني طوندونس راكم عارفين والشكل ديالها ما دايرش ما دايرش. مستعدين تشوفوا؟ واحد جوج ثلاثة شوفوا ليا العمر، انا حمقاتني بزاف البنات ما نكذبش عليكم حيت ما عنديش بحال هذا الشكل. يلا عندنا ديك لافيست موتو اللي كانت جابت ملاك اليسرى ديال الجلد، مي هذا الشكل هذا الشكل بالدان ما عندناش، حمقني البنات حمقني. بيان سور ماشي انا اللي شفتها، شفتها يسرى حيت انا زرعت في يسرى تشوف شي حوايج زوينين اتمنى اكثر من مناسبه. شوفوا ليا الجمال حمقاتني البنات، شوفوا ليا لا كاليتي كيفاش دايره، شوف شتو لا كاليتي، شوفوا اللون عاوتاني، شوف دابا داك الغوج مع الاشعه تيبان غوج بغيك ما هو غوج عادي، شوف من الداخل كيفاش كتجي بالجوب هنايا شفتو يا سلام حمقاتني حمقاتني، هادي شرحتها لكم بزاف بزاف. بالنسبه ليا كانت احسن حاجه لقيتها في البال ديال المضيق بهذا الثمن اللي غنقول لكم غتصدموا انا متاكده، خصوصا بزاف ديال البنات كيقلبوا بحال هاد لي فيست حيت هما اللي خرجوا طوندونس، الفيست ديال فيراري لي فيست نتاع موتو بحال اللي عندي يسرى. لحد الان اقسم لكم بلي حنا في مكناس ما عمرني شفت وحده لابسه بحال ديك لافيست اللي كتلبس يسرى، وبزاف ديال البنات فاش كنخونوا خارجين كيقولوا لنا منين خديتيها، حتى في لي بوتيك فاش كنمشيو نتقداو الحوايج كيقولوا لنا منين خديتو بحال هاد لافيست حيت هي غاليه فريمون غاليه وما دايرهاش هنا في المغرب قليل، بحال دابا الا مشيتو الرباط كازا غتلقاو البنات كيلبسوهم قلالين شي جوج ولا ثلاثه، ولكن ماشي بزاف ما كاينينش بزاف هنا ما كيتباعش في باشكا هنا في المغرب. حتى هذه فاش شفتها عجبتني بزاف بزاف، ما عرفتش ديال من هاد 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 ما عرفتش ديال من هاد الدرابو الله الله اعلم، ولكن عجبتني. الثمن ديالها غير 30 درهم خدناها البنات، انا عارفه بزاف ما غاتيقش وي صرا هاد لافيست نقولك وتصوروا معايا نهار قبل حيت هادي ثاني نهار باش خديناها، اول نهار فاش مشينا للبال ما لقيناهاش زعما ما درناش داك البال كامل وكان داير لهم 40 درهم وماشي هاكا معلقي لا في الحوايج كتقلبي، ونهار اللي حنا مشينا باش تلقاها يسرى كان خلاهم ب 30 درهم وحنا بقينا عليهم نقصلينا وخليهم لنا ب 20 درهم 10 درهم، المهم راكم عارفين ديما خصنا نتشطروا وصافي. هادشي اللي كان خدينا ب 30 درهم بيان سور قلبناها بحاجه بحاجه وتكون مقطعه وش تكون شي بلاصه ما تكون محببه والو، لقيناها بحال لا ما تلبساتش، نتوما راكم عارفين البال راه بحال تقولوا جديد شفتوا. وصافي غنشوفوها كيفاش كتجي في الاوتفيت. ها نتوما ليا شوفوا ليا لافيست كيفاش جايه وكيفاش كتحمق، انا الصراحه عجبتني يمكن احسن لبسه جاتني كونفورتابل نخرج بها نمشي بها القرا فريمون كونفورتابل محترمه جين اوفر سايز كارغو. ديجا وريت لكم مع سبادري النايك بيضاء باش تعرفوا بان البيض البنات وحتى الزرق كيجي مع كلشي راه كيجي مع اي حاجه لبستيها. وشوفوا ليا لافيست نتوما كنقرب لكم باش تشوفوا ليا لا كاليتي كيفاش دايره، ها نتوما يا البنات كتحمق كتحمق صراحه حمقاتني وعجبتني، انا متاكده كنت نتوما عجبتكم وحمقاتكم. وهادشي اللي كاين كيفاش جاكم الاول خليو لي في كومونتير شنو اكثر حاجه بغيتوها وشنو اكثر حاجه عجبتكم، انا متاكده كو غتقولوا لي سارة لافيست ولا دوك لي او حيت هادو هما اللي كنقلبوا عليهم صراحه بزاف في البال. وصافي هادشي اللي كاين، انا فرحانه بزاف بزاف منين درت لكم هاد الاول بال واخا درتو في الانستغرام قلت ولا بد حيت وقت الناس ديال اليوتيوب ديالي غادي ندير لهم اول بال. كما كنعودكم على اي حاجه كنشاركها معكم خليو لي في لي كومونتير شنو تبغوا تشوفوا اكثر من هنا للقدام، غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الحاجه اللي كلكم كتسولوني عليها
فكونوا في الموعد، كتبوا لي ملي كومونتير حيت راكم عارفين مع غبرت تقريبا شهرين ما بقيتش كنطلع في لاكو ديال بزاف ديال الناس كيقولوا لي ساره واخا كتحطي فلوغ ما كيبانليناش، ولكن راه نورمال هادو هما القوانين ديال اليوتيوب. الا بغينا نرجعوا داك الريتم ديال شحال هذا خصكم تكومونتيو بزاف، الله يجعلكم ديروا 100 كومونتير 200 كومونتير باش نبدا نبان في لاكو ديال الناس ونرجعوا كي كنا شحال هادي نكبروا العائله ديالنا ان شاء الله دقه دقه ان شاء الله غادي نكبروا. صافي هادشي كاين كنبغيكم بزاف بزاف، غادي نخليكم الانستغرام ديالي هنايا حيت كنكون اكتيف بزاف كل نهار كنهضر معاكم في لي ميساج. ما بقيت الصراحه في لي ستوري مي غادي نرجع ان شاء الله، راكم عارفين غمع لي كونكور ومع البدايه ديال القرايه كتكون ديما مخربقه راكم عارفين. صافي هادشي كاين، الا كان عندكم شي تساؤل خليوها لي في كومونتير. كنبغيكم بزاف بزاف، تسناوني فلوق جديده، السلام عليكم.